طيب صديقتي تقول أكره الحيوانات والحشرات يا دكتورة، والمكان اللي ساكنة فيه مليان هالأشياء، كرهت عيشتي وقرفت منها بسبب برعصي والبسس. آه البسس. أوكي طيب ما راح أقنعك لأن هذه قناعاتك، بس أبغى أقول لك شيء، فيه فوضى غير عادية في جسدك المشاعري، فوضى يعني مرة حوسة الدنيا، تكرهين مرة في حوسة. وأبغى أسألك، مين خوفك منهم؟ مين كرهك لهم؟ مين قال لك إنهم يخوفون وقال لك إنهم يستحقون الكراهية؟ هذه كلها أشياء تحتاج إجابة. طيب ولما تعرفين الجواب راح تعرفين الريموت كنترول مع مين، الريموت كنترول الجسد المشاعري مع مين. تالي هذه يبغى لها شغل، يبغى لها تنظيف، يبغى لها وعي وإدراك، يبغى لها تطوير الجسد المشاعري، عندك مسؤولية. ليلى حبيبتي تقول المتعة، الضحك، الدهشة، النشوة، بأي واحدة أبدأ؟ طيب خلينا نقول تبدأين بالمتعة، بعدين الضحك، بعدين الدهشة، بعدين النشوة، نفس ترتيبك، نفس الترتيب. تقول كيف أطلع من الاستعداد للقبول؟ ليش يا جماعة ليش؟ ليش لما نخلص شهر وحنا يعني شهر نتكلم ونقول والكورسات، بعدين يجي أحد كذا متأخر يقول بالله بالنسبة للشهر اللي راح؟ أنا جتني دهشة بعد ما واحدة قالت لي إنه اليوغا حرام، ضحكت إنه في ناس بعدها عايشة في خوف. صدق؟ في أحد يقول يوغا حرام؟ غريبة، أول مرة أسمع هذا الموضوع. طيب سؤال جميل. آية حبيبتي تقول ما أحس إني أستمتع، دائما أكون منتظرة شيء أحلى يصير. أوكي أوكي خليني أقول لك شيء، بعض الاستراتيجيات اللي طوروها البشر في حياتهم انهم هم ينتظرون حتى يحصلون على قطعة الكعكة، فبالتالي انت بتقعد في المدرسة بتذاكر، بعدين بتختبر، بعدين بتنجح، بعدين بنعطيك الهدية او الجائزة. ممكن تنجح او ما تنجح، فانت تشد حيلك، تعيش عذاب، تعيش ألم، لانه انت تفكر بالمتعة هذيك، فبالتالي طوال الطريق انت متبهدل، بعدين تحصل النتيجة، فانت منتظر منتظر منتظر. فهذا الانتظار استراتيجية طورها البشر عشان هم يكافئون ويعاقبون انفسهم، وبالتالي صار عندهم القدرة انهم ينتظرون. ممكن يوم من الايام ما كان عندهم القدرة انهم ينتظرون. بعدين الان انت تحتاج انك انت تكسر السيستم وترجعهم لنقطة انهم هم يستمتعون بدون ما ينتظرون. تم تخيل ان العملية هذه اللي ادت الى تطور، بعدين توقف الانسان هناك، لازم ينكسر هذا الموضوع بحيث انه انا اقدر استمتع بدون ما انتظر. ما يحتاج انتظر العيد مدام فستاني موجود جاهز، خليني بس الفستان وانبسط. لذلك هذا كسر السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، هذا يضمن لك انك انت ما تتورطين في صدمة، ويضمن لك طريق النمو والتطور. طبعا في كثير مدارس ترى موضوع الانتظار تعطيك عليه نجمة، مو نجمة، 5 نجوم. كثير مدارس تعطي الانتظار نجمة، وأنا أعتبرها خلنا نقول يمكن إذا صحت التسمية إنه إحنا عندنا مراحل مراحل. في إنسان وصل إلى حالة الاستحقاق إنه هو يستحق المتعة حالياً،
وفي إنسان ما يستحقها حالياً يحتاجه يشتغل شوي لما يوصل لها. أنت أكبر معلم وأجود معلم لنفسك، مهما كان عندك معلمين جيدين أنت أجود معلم لنفسك. لذلك لما تقولين أني أنا ما أبغى أستمتع الآن، أنا أبغى أنتظر بعدين أستمتع، فأنت اللي ماسكة القلم الأحمر وتقيمين نفسك وتقولين أنت تستحقين ذلك وهذا يناسبك، يناسبك أنك ما تستمتعين الآن، أنك أنت تنتظرين لنهاية الشهر لما تستمتعين. في شخص يقولك لا أنا أستمتع الآن وهذه اللحظة ولن أنتظر ثانية واحدة، هو يصحح لنفس الورقة بالقلم الأحمر، تالي هو يناسب هذا وهو يستحق، وأنت الطالب وأنت المعلم وأنت المقيم وأنت المتقيم. في النهاية سوف تكتشف أن كل ما تطورت أكثر، كل ما رجعت للنسخة الأصلية، كل ما تطورت أكثر كل ما رجعت للنسخة الأصلية اللي هي نسخة أستمتع الآن. ويمكن شرحت لكم قبل، قلت لكم أنه النيام يتشابهون مع المستنيرين، في النص في رحلة التطور يتغير الإنسان، لكن يرجع الكثير من السلوكيات النيام لكنها تكون بحالة وعي وبطريقة مختلفة. طيب يا جماعة، أذكركم عندنا 6 كورسات موجودة على الموقع سمية360.net. عندنا الفرح، طاقة المتعة، وعي الضحك، راح يخليك تضحك كثير، تضحك تضحك. طيب، وعلى فكرة أنا أشعر أنه يعني كورس يصلح للإهداء، إذا تعرف واحد كذا يعني حياته قاتمة وتبغى يضحك، تبغى ينبسط، مريض، تبغى شوية يعني يدخل جو ثاني، جيدة للإهداء. طيب، وعندنا أسرار النشوة، وعندنا الدهشة، وعندنا الإيجابية. ولا تنسون نيتنا لهذا الشهر المتعة، ولا تنسون خلفية الجوال بليز، اللي ما حط الخلفية يحط الخلفية، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم، راح نناقش الفيلم في 10 أيام منتصف الشهر. أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. سبحان الله.